يقعد كل العالم تزوجت الا انا وياك. والله انا والله شكلي بعرس الله يلعن. انا والله قريب خلاص اقسم بالله. اسالك بالله تعرف؟ والله العظيم قريب. انا عمري 35 سنه متزوج. بس انت كم عمرك الحين؟ 33. يعني صدق تعرف صدق يعني ليه؟ بشوف عيالي انا مشكله. حتى عيالي خايف منهم. واحد يشابهك وثاني يشابه زميل. انا اقول حيو انا اقول لك فهودي انت واحد شبه الله. انا هذا اللي خايف منه والله. بس اقول لك شيء. بس انت بتاخذ من وين؟ من الكويت ولا وين؟ والله شوف اقول لك شيء. اسالك بالله تقول لي صدق امانه يعني ملاحي. خلنا نكون يعني معليش يعني صريحة يعني. ممكن تأخذ من جماعتك ولا تأخذ انت يعني وشو؟ انا واحد ما يتزوج الجماعة كلش. ما فكر يعني كلش. اذا بتزوج برا العائلة كلها. شي بقول فكوني من العائلة كلها. طيب اوكي انت وش تفكيرك؟ انا تفكيري والله عادي اي واحدة. بس اهم شيء ما تكون داخل عائلتي. تدري ليش؟ على اغلى مشكله دارين كلنا قد قلت في السالفه. بس انا اقول يعني مثلا انت تاخذ واحده ايش اللي براسك يعني عنديسك يعني ما ادري كيف انت ما ادري كيف وجهك بي انت يعني وجهك وانت بتزوج ما احس يركب. انت قصدك يعني وين البنت دوله البنت اللي بتزوجها؟ ما لها دخل الدوله يعني قصدك انت تاخذ من الكويت ولا بتاخذ من برا الكويت كل كامل؟ والله شوف انك تاخذ صدق احس انك يعني تاخذ من برا. والله انا تبي صدق انا اعرفك انا زين.